مشاهدينا الكرام صباح الخير، أسعد الله أيامكم وصباحاتكم بكل خير. صباح الخير يا مر. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليكم مشاهدينا. يوم جديد في كل الخير ليكم يا رب إن شاء الله. بنبدأ بابتسامة وبتفاؤل عشان دايما كل اللي جاي دايما يكون أحلى إن شاء الله. يوم جديد بتاعتي أنا، يوم جديد يعني أمل جديد في حياة. أيوة بالظبط. أفضل إن شاء الله يا رب أيامكم كلها تكون أجمل وأفضل إن شاء الله، وكل يوم يكون أحسن من اللي قبل يا رب. عندنا النهاردة حاجات كتير، وما سنناقشه عن الموجة الرابعة من كورونا والتصدي لها هو نوع من الأمل، نوع من الحذر، وليس نوعا من القلق، لأنه إحنا عشنا قلق كتير، وإن شاء الله ربنا يسلم. لكن علينا أن نعود مرة أخرى الى خطوتين لورا لغايه الاجراءات الاحترازيه اللي احنا بطلناها. بالظبط، يعني لبدايه يعني دخول الكورونا، يمكن ربنا يعافينا وينجينا جميعا يا رب ان شاء الله. التساهل اصبح سمه التعامل مع الموقف، وان كان ما يقال على الموجه الرابعه المفروض يشجع يعني كل مواطن انه ياخد حذره عشان نفسه وعشان عيلته، لان يعني من بعض ما قيل عن الموجه الرابعه ان هي بما انها سريعه الانتشار فهي بتنتشر عائليا اكثر، فربنا ينجينا عشان حبايبنا يعني. والاعداد فيه ازدياد الحقيقه، يعني لو تابعنا بيانات وزاره الصحه كل يوم وصلنا عند حاجز 400، واحنا كنا وقت سريع جدا. فربنا يستر ونخلي بالنا وان شاء الله تعدي على خير. عندنا كمان فقرات اخرى في صباح اليوم، عندنا جزء مهم للغايه عن الامن القومي وما يستتبعه ده، عن مناورات نجم الصوت. دي مناورات احنا بنشارك فيها بقالنا سنين، 21 دوله بتشارك فيها. مصر يعني وهي المناورات يمكن الاكبر والاهم، وما يرتبط بده من الامن القومي المصري او ابعاد الامن القومي المصري. الفقرة الأخيرة معنا هتكون عن تأثير السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك الأطفال. يعني يمكن إحنا لما نتكلم عن طفولتنا بنقول إنها كانت طفولة يعني بريئة، ظروفها بسيطة جدا، لكن ونرجع لو وصفنا كانت طفولة شقية مروة مش بريئة قوي. ماما كانت بتقول إنها كنت هادية. يبقى أنا أكيد كنت هادية. يعني يمكن أكيد المعطيات اللي محطوطة في الظروف اللي بينشأ فيها الطفل بتؤثر عليه بدرجة كبيرة، وبالتالي إحنا طبيعة وقتنا كانت هادية. هو في خطر من السوشيال ميديا عموما، خطر مش من السوشيال ميديا تحديدا، لكن خطر من تطور التكنولوجيا لدرجة إن الأهل مش هم الرقيب ولا هم فاهمين بالزبط. أبعادها الأطفال فاهمين أبعاد ما لديهم في إيديهم أكتر بكتير قوي من الأهل، وده خطر ما بقاش بالزبط. فيه مش بس رقيب، ما بقاش فيه حتى قدرة على المواكبة، واللي هو أتعامل معاه على أي أساس، وإزاي أمنع الخطر وأسمح بما هو مفيد. ده هيكون محور حوارنا في الفقرة الأخيرة في برنامجنا النهاردة صباحنا مصري. لكن يلا نبدأ معاكم بأهم الأحداث العالمية وأهم معنى ونصف المصرية والعالمية. الرئيس السيسي يؤكد أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة. الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، وأكد أيضا خلال استقباله لوزير الخارجية الكويتي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. دكتور مصطفى مدبولي يتابع مستجدات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وموقف جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات استعدادا للعام الدراسي الجديد. اختتام رحلات الجسر الجوي المصري للمساعدات العاجلة للسودان وإقلاع 3 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات. ووزارة الصحة بتعلن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، أما المتعافين فوصلوا إلى 244062 حالة. حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعد، والداخلية المغربية تقول أن نسبة التصويت بلغت 50%.